أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في صباح هذا اليوم الجمعة الموافق بتاريخ 15/1/2016، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم الذي خصص لفئة اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل مع المسافة المقررة بالخمسة كيلومترات من هنا من ميدان الهباب حد أفرع وأذرع ميادين نادي دبي لسباق الهجن. على البركة نرحل بأول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، أيضا يحق لها المشاركة في هذه الأشواط. يشهد هذا السباق مدير نادي دبي علي بن سعيد بن صرود ومؤيد بن ثاني بن بليشة الفلاسي، الذي نرحب بهم أجمل ترحيب، والترحيب أيضا موصول بكل الأخوة الحاضرين والمشاهدين الأعزاء الذين يتابعوننا على هذه الانطلاقات عبر موقع الناموس. على البركة نبدأ بفرز المراكز الأولى المتقدمة في هذا الجو الضبابي، وأول أشواطنا وأول المراكز تندفع شواهين بالمركز الأول، وخليفة بن مفرح بن مليشة من يقدم شواهين بأول المراكز، تليها على المركز الثاني فهنا اللبسة سعيد بن سهيل بن دريوي من يقدم لنا اللبسة في هذا الشوط الرئيسي. أما المتابعة من ثالث المراكز، المركز الثالث فتأتي الشاهينية سعيد بن سهيل بن دريوي، المركز الرابع الشاهينية اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة متواجد مضمرا. أما المركز الخامس فتأتينا المركز الخامس سلهودة لسعيد بن مايد بن سالم بن حمود دشتبي، والمركز السادس في سادس المراكز تقترب الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان. المركز السابع، المركز السابع فأرى أيضا شعار خليفة بن سالم بالضبيعة يقدم لنا أيضا اللي هي مياس، والمركز الثامن تتقدم مياس أيضا لمحمد بن عبيد أبو طبيعة، والمركز التاسع، المركز التاسع والعاشر اعذرونا ما نشوفهم لان حاجبنا الضباب عن المراكز المتاخره. هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، دعنا على مسامعكم النداء الاول، وما زلنا نبحر في البحار وفي ايضا عمق الميدان لنتابع ماذا يدور على الصداره من تحدي ومن قوه ومن شعارات تتسلط على المركز الاول. كما عودتنا هذه الشعارات تقترب اللبسة، اللبسة غيرت النتيجة لصالحها بشعار سعيد بن سهيل بن دريوي. أما المركز الثاني شواهين خليفة بن علي أو خليفة بن مفرح بن بليشة من يقدم لنا شواهين بالمركز الثاني، والمركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان متواجد أيضا. أما المركز الرابع فتأتي مياسة محمد بن عبيد أبو ضبيعة. المركز الخامس، المركز الخامس تحركت الشاهينية لسعيد بن سهيل بن دليوي، والمركز السادس نشوف اللي على المركز السادس هذا شعار خليفة بن سالم أبو ضبيعة على ظهر مياسة. والنقلة التالية إلى المركز السابع، المركز السابع الشاهينية هذه صاحبة الشوط، هذه صاحبة الشوط، نعم هي الآن بالمركز السابع بشعار سيدي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبيد بن محمد بالطبيعة من يحرك الشاهينية تحرك محسوس وملموس. أما المركز الثامن فتأتي سلهودة سعيد بن مايد بن سالم بن حمود. هذه المراكز، هذه المراكز الأولى الثمانية التي أيضا شاركت في هذا
الشوط الرئيسي 2 كيلومتر 2 كيلومتر تفصلنا عن خط النهاية، وما زلنا نتابع البداية والنهاية والانتصاف في عمق الميدان. نعود ثاني مرة، نعود إلى اللبسة، نعود إلى اللبسة اللي مسيطرة على الأمور بشعار سعيد بسيل بن دريوي، ومياسة تقترب من المركز الثاني بشعار محمد بن عبيد بضبيعة الاشتبي، والمركز الثالث الشاهينية اللي اسمه شيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أما المركز الرابع فتأتينا اللي هي مياسة خليفة بن سالم بضبيعة. هنا أيضا تتواجد شواهين الخليفة بن مفرح بن بليشة، والمركز المركز السادس الشاهينية وصلت. هذه اللي تكلمنا عنها، هذه اللي رشحتها وصلت الآن، وصلت. والطالب الطالب بس من مضمرها أنه شوي يطلب منها حركة، يطلب منها شوي دور الحديدة هي بالطبيعة، دورها وخلها تتحرك، خل الشاهينية يعني تعطيهم شوية بما طاب لها ولذ من الاجتهاد والقوة والصراع والناموس. هذه تقريبا مشاهدينا الكرام المراكز الأولى المتقدمة، ولكن اللبسة عينها على مهرجان اللبسة وعلى سيارة اللبسة اللي المهرجان القادم بعد يومين هناك بتشارك يوم الثلاثة مركاض اللقاية، يوم الثلاثة أظني مركاض اللقاية في مهرجان اللبسة. ما زالت بالمقدمة بشعار سعيد بن سيل بن دريوي. الشاهينية اللي اسمه الشيخ حمدان ابن محمد بن راشد المكتوم، عبيد بن محمد بضبيعة بدأ يحرك هناك أيضا سعيد بن سهيل بن دريوي يطلب المساندة من الشاهينية لتساند اللبسة على المعركة على المركز الأول المركز الرابع. اتحركت مياسة محمد بن عبيد بضبيعة، حرك لنا مياسة أيضا. الصراع بدأ الجد والاجتهاد، بدأت السرعة ونحن نتابع مشاهدينا الكرام. يا سلوب الناموس مع اللبسة ما زال، والشاهينية القادمة بشعار سمو الشيخ حمدان ابن محمد بن راهد المكتوب، عبيد بن محمد بضبيعة من يقدمها رويدا إلى المعركة، ولكن اللبسة عصاها في الإبطال أبدا ما كلمها من الجانب الآخر. أيضا تتجاوز الشاهينية لسعيد بن سهيل بن دريوي، يطالب المساندة للبسة، ولكن اللبسة ما تحتاج مساندة، ما تحتاج متابعة، ما تحتاج إلا الناموس، ما تحتاج إلا التكريم، ما تحتاج إلا الخط المركز الأول. هذه اللبسة مشاهدينا الكرام اللي سيطرت على الموقف من بداية الشوط وحتى النهاية، والشاهينية وصلت اللبسة أو يا الشاهينية على المركز الأول بشعار سعيد بن سهيل بن دريوي. انهني أبو راشد، الناموس يا أبو راشد، الناموس لسعيد بن سهيل بن دريوي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. ثاني اللبسة أيضا بنفس الشعار، المركز الثالث الشيخ حمدان بن محمد، المركز الرابع مياسة محمد بن ضبيعة، والمركز الخامس لسعيد المايد الحمود، المركز السادس اسمه الشيخ حمدان بن راهد المكتوم، المركز السابع السيد خليفة بن سالم بن ضبيعة، والمركز الثامن. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، المركز الثاني الخليفة بن مفرح بن بليشة. التوقيت الزمني